بسم الله الرحمن الرحيم. بالفيديو تبع اليوم رح نشرح عن الأتومز ومن ايش بيتكونوا وكيف نطلع اي ارقام لهم علاقة فيهم. بنرجع للجدول الدوري، هم فعليا كتير سهلين واحنا ماخدينهم قبل، بس رح اشرحهم بالتفصيل وان شاء الله انكم رح تفهموهم. What makes up an atom؟ الأتوم بيتكون من ثلاث شغلات، البروتون، النيوترون، والإلكترون. البروتون دايماً positively charged، الشحنة تبعته دايماً موجبة. النيوترونز no charge، يعني ما في شحنة. الإلكترونز negatively charged، يعني الشحنة تبعته دايماً سالبة. خلينا نأخذ أمثلة كيف ممكن يجينا العنصر، كيف بدنا نطلع هاي المعلومات. مثلاً في عنا X أساس إنه عنصر، وفي عدد فوق وعدد تحت. عندنا A وZ. A موجودة فوق رح يكون اسمها mass number، طبعاً رح يكون على الشمال، والZ رح تكون atomic number. مثلاً في عندنا K. K هاي mass number تبعها 39 والatomic number تبعها 19. بينما لو بدنا نرجع على الجدول الدوري رح نلاقي K مكتوبة بهاي الطريقة جوات بوكس. رح يكون فوق موجود الأتوميك نمبر مش تحت، وبتحت العنصر بالضبط رح يكون مكتوب الأتوميك ماس، مو زايح لا على الشمال ولا على اليمين. الأتوميك ماس رح يكون تحت لأنه في فواصل عشرية وهيك، في العدد أكبر بالتالي رح نكتبه تحت، والأتوميك نمبر هو صغير فرح نكتبه فوق. هلأ بالنسبة للفرق بين كيف بنطلع الماس نمبر، هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات للعنصر. كيف بنطلع الماس نمبر؟ بنجمع البروتونات والنيوترونات. الفرق بين الماس نمبر والاتوميك ماس، الماس نمبر زي ما قلنا هي بنجمع هدول التنتين من الاتومز، بس الاتوميك ماس هو افرج، رح نشرحه بعدين بالتفصيل بفيديو تاني. هلا خلينا ناخذ الكي نفسها ونطلع البروتونات النيوترونات الاتوميك ماس والاتوميك نمبر لإلها. من الجدول الدوري حنطلع الاتوميك نمبر اللي هو 19، هنطلع الأتوميك ماس اللي هي 39.09. لما بدنا نعمل عمليات حسابية رح نقربها لتسعة وتلاتين، لأنه عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات لازم يكون عدد صحيح، ما في إشي اسمه إلكترون ونص أو ربع، فلازم تكون عدد صحيحة إذا بنقرب الأتوميك ماس. هون هلأ كيف طلعنا عدد البروتونز؟ عدد البروتونز دايما بيساوي عدد الأتوميك نمبر، الأتوميك نمبر نفس عدد البروتونز، إذا هون كتبنا 19 على طول. عدد النيوترونات كيف بنطلعه؟ هو الأتوميك ماس ناقص البروتونز، فإذا الأتوميك ماس كانت 39 ناقص 19 رح يكونوا 20، وهو عدد النيوترونات. عدد الإلكترونات هو عدد البروتونات ناقص التشارج. عدد الإلكترونات هو عدد البروتونات ناقص عدد الشحنة، فمدام هون الكيم شحنتها صفر إذا رح تكون نفس عدد البروتونات. الأيونز هم elements with a charge. خلينا ناخذ مثال P-3. الأتوميك نمبر تبعها، عم بنكمل هاد الجدول، الأتوميك نمبر تبعها 15، طلعناها من الجدول الدوري هون، بنلاقي إنه فوق مكتوب 15 وتحت مكتوب 30.97. إذا رح نيجي نكتب الأتوميك نمبر تبعها 15، تقريبا الأتوميك ماس 31، البروتونز نفس الأتوميك نمبر فرح نكتب 15. هلأ بدنا نحسب النيوترونز، كيف قلنا بنحسبهم؟ نحكي الأتوميك ماس ماينس عدد البروتونات، إذا 31 - 15 = 16. هلأ الإلكترونات ما رح يكونوا هون نفس عدد البروتونات، ليش؟ لأنه هو عنصر إله شحنة، فرح نقول 15 - -3، رح ناخدها مع إشارتها السالبة، ننتبه كتير للإشارة تبعتها، فرح يكون عندنا 15 + 3 = 18 اللي هو عدد الإلكترونات. هلأ لو كان عندنا P+3، الإشي الوحيد يلي رح يتغير هو عدد الإلكترونات، رح يضل نفس الأتوميك نمبر، نفس الأتوميك ماس، نفس البروتونز، نفس النيوترونز، بس رح يتغير عدد الإلكترونات لأنه أصلا هم المسؤولين عن الشحنة. رح تصير 15 - 3 لأنها الثلاثة هون موجبة، فعدد الإلكترونات رح يكون 12. في نمط تاني من الأسئلة اللي ممكن يجي، determine the electron or ion that has 26 protons, 30 neutrons and 23 electrons. كيف بدنا نعرف؟ إذا كان عدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات إذا رح تكون مش مشحونة، إذا كان عدد البروتونات ما بيساوي عدد الإلكترونات إذا رح تكون ion.
واحنا اوريدي بنعرف انه حتى الاتوميك نمبر دائما بيساوي عدد البروتونات. هلا الاتوميك نمبر كيف بدنا نطلعه؟ بدنا نرجع للجدول الدوري. احنا عم ندور على اشي العدد الاتوميك نمبر تبعه 26، رح نلاقي انه هو الاف اي. من الجدول طولنا 26 لانها عدد البروتونز. هلا كيف نطلع الماس نمبر؟ رح نقول بروتونز بلس نيوترونز، 26 زائد 30 رح يكون 56 الماس نمبر. بالنسبة للتشارج كيف بدنا نعرف الشحنة تبعته؟ هلا احنا عرفنا انه هو اف اي وعرفنا انه هو رح يكون مشحون، بس ما عرفنا شو هي الشحنة لسه. فرح نقول الاتوميك نمبر ماينس عدد الالكترونات. الاتوميك نمبر هو نفسه 26 ماينس عدد الالكترونات اللي هو 29، طلعت الشحنة ماينس 3. إذن العنصر اللي عم نحكي عنه هو Fe minus 3. وهيك طلعنا العنصر وعرفنا شحنته. كتير مهم نتذكر نطلع الشحنة لأنه بفرق بباقي كل الحل. وهيك بيكون خلص الفيديو تبع اليوم. إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا منه كتير منيح. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب. بتمنى لكم التوفيق وما تنسوني من دعائكم.